أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية في برنامج بيت المصريين، مع الفقرة التانية من البرنامج وهي فقرة مواهب. والنهاردة معانا اتنين من المواهب، موهبة شعرية والكاتبة الشاعرة أسماء أبو شادي، وسماء سامي موهبة إنشاد. أهلا وسهلا بيكم، نورتونا. تفضلوا قدموا نفسكم للمشاهدين. تفضلي يا أسماء. أنا أسماء أبو شادي، عمري 22 سنة، بكتب روايات وشعر وبلقي كمان. بس سما، أنا اسمي سما سامي، عمري 12 سنة، موهبتي الإنشاد ومدرستي عزبة رفائيل الابتدائية. أهلا وسهلا بيكم، نورتونا. قولي لي يا أسماء، مين اللي اكتشف موهبتك في كتابة الشعر؟ أنا تقريبا يعني من وأنا صغيرة كنت يعني انا وحيده اصلا، ما عنديش اخوات بنات، فكانت بدايتي ان انا امسك سيبيني مع ورقه وقلم، ما تسيبنيش مع العاب او مع حاجه، ورقه وقلم واكتب مع يعني نفسك. مع نفسي. ممكن اكتب اي كلام او كلام ما لهوش معنى او اي حاجه في الوقت ده. فكبرت لقيتني فالمدرسين مثلا شوفي يا مستر انا كتبت ايه او كده، فبيشجع بدات. وكمان ماما يعني مثلا تقولي لي كتبت ايه، طب سمعيني قولي لي بتكتبي ايه كده. فكبرت بقى خلاص انا بعرف اكتب، بتطور مع نفسي وبقرأ كتير، فموهبتي تتطور. اكتشفت ان انا عندي موهبة، لقيتي نفسك في الكتابة. لقيت نفسي في الكتابة وفي تمام. القراءة اكتر، لاني انا بعشق القراءة، بلاقي فيها بنسى فيها نفسي. لو بلاقي نفسي في الكتابة انا بنسى نفسي في القراءة. طبعا. بتكتبي شعر عامية ولا لغة عربية فصحى؟ لا عامية، انا بعشق ان انا اقرأ فصحى وعامية برضو، بس لما باجي اعبر مش ممكن يكون لاني لسه في بدايتي او حاجة، بس بعبر بالعامية اكتر، بقدر ان انا بلاقي نفسي الكلام بيطلع بدون ما انا تنسيق او حاجه. بس مين اكتر الشعراء اللي بتتاثري بيهم؟ هشام الجخ، في شعراء كتير، بس انا حاليا يعني ايه، ممكن ما يكونش الشعر، واسمع كلام تلاقيني اتاثرت بيه جدا. انا من النوع اللي هو يعني ايه، سهل ان اتاثر باي حاجه، ممكن حد مجرد بيكلمني فتلاقيني بتاثر. ففي الشعر ان انا يعني واخده منهج ايه، ان انا بعبر عن اللي بحس بيه. بحب اسمع كتير لاستاذ هشام الجخ واستاذ عبد الرحمن الله يرحمه. الله يرحمه الله. بس طيب سمعينا حاجة كده يا أسماء، هل هسمعك بتحبيها حاجة؟ القصيدة تكون اللي انا في الأوائل لسه يا كده. دوبك مخلصاها امبارح بالليل. امبارح؟ طيب امبارح. ماشي، سمعينا اللي خلاص. يا عم اتفضلي حبيبتي. بدأت حكايتي في يوم كنت قاعدة فيه مع نفسي في هدوء وفكري شريد، بفكر في بكرة والمستقبل والحياة. فجأة انتبهت لشخص بيقرب لي من بعيد، لفت نظري بوردة حمرة كانت في إيده، وأنا عشق الورد جوايا زي الدم في الوريد. ابتسم لي فاتكسفت وحاولت أبعد عنه أنظاري وأرجع لأفكاري، إلا إن قلبي اللي دق لابتسامته كان عنيد ما طوعنيش. فجأة لقيت المسافة بينا بتقل ووقف قدامي، فارتبكت وبدون تفكير حاولت أهرب لكني فشلت. مسك ايدي يقول لي ما تمشيش، وقبل اي رد فعل مني قال لي ارجوكي ما تسيبينيش، استني جوايا كلام كتير ليكي، تعبت اني ادري ممكن تسمعيه، بقالي كتير بلف حواليكي على امل نظره من عينيكي لكنك ما بتشوفينيش، فقلبي عشق كبير ليكي نفسي تحسيه. زاد ارتباكي لما ركع قدامي وقدم الورده وكمل، انا قلبي حبك قوي وعشقك قوي، تقبلي تملكي وعشقه وغرامه تبدلي. حسيت برعشة جوايا، عقلي غاب قلبي داب، وشفت الدفئة في عيونه، شفت حنان ووعد بأمان جوا حصونه، وبكل جنون خطفت الوردة من إيده وضمتها لقلبي، وانطلقنا جنوني مع جنونه. وكل يوم يعدي علينا المشاعر بينا تزيد وتكبر، وحبيته قد ما حبني وأكتر، وكل يوم يعدي علينا المشاعر تزيد وتكتر وعشقنا يكبر، وعدني بوعود كتيرة وكان صادق. ومرت الأيام وطلبني من والدي اللي رغم صغر سني إلا أنه تحت إصراري وافق، بالأبيض طليت بعد ما عشقت وحبيت، وبنينا بالحب أجمل بيت، ودلوقتي أنا انطفيت. فين بكرة وفين المستقبل والحياة؟ ده كله راح واتهد وانت بايدك اللي هديت. ليه يكون مصير اتخان بعد ما لقيت في حضنك امان؟ عارف انا حالي ايه دلوقت؟
النار في قلبي أشد من بركان، ودموعي نازلة زي شلال الريان. إزاي أتخطى كل ده وإنت ما عودتنيش على الأحزان؟ إزاي أبعد عنك وإنت فيك لخصت كل الصحاب والقرايب والخلان؟ وبعد ده كله أتخان في أنوثتي أتهان، مين دلوقتي يسمعني ويطبطب على قلبي اللي وجعني؟ إزاي أنا هنت على قلبك؟ ده أنت قلت إن أنا كل ما تملك، أنا كنت بتنفس حبك. إزاي معاك أكمل؟ والله ما أتحمل قربك ليا، مش هتحمل وجودك في حياتي، مش هتحمل تمن الخيانة الموت. ووعدك أنت هتموت جوايا، ده بحتني بخيانتك وبعدك هيكون دوايا، حتى لو مر بس المهم ما يضيعش عمري معاك في خيانة ويمر. وفاتت على قصة الخيانة أيام وشهور، والقلب لسه مقهور جوايا أسئلة كتيرة ليك. بتشوف الشفقة في عيون اللي حواليك؟ صادفت في مرة اللي كانوا على حياتك بيحسدوك ولقيتهم شمتانين فيك؟ طب عامل ايه في بعدي؟ لقيت حد ترتاح في حضنه من بعدي؟ ازاي الايام والليالي عليك بتعدي؟ ارجوك رد باجابة تريحني، قول انك تعبان مخنوق وندمان على خيانتي وجرحي، وان الاوقات في بعدي ما بتمشيش، قول انك بتختنق لما تقلق وسط نومك تحتاج لحضني ما تلاقينيش. بس عارف حتى لو قلت كل ده ما هيريحنيش، والله ما يريحنيش، ده قلبي كمان خذلني لما حاولت ادعي عليك ومرضيش. كان نفسي ادعي ان زي ما اذتني تلاقي اللي يأذيك، لكن هو افتكر لحظات فرحتني فيها فما طوعنيش. روح على فرحي وعلى جرحي الله يجازيك، وانا هلملم حطام قلبي واجمعه بخيوط من نار، ومهما طال حزني هينتهي مش هكمل في انهيار. ده قد ما طال النهار قد ما طال الليل هيغلب ضلمته وضوء النهار. جميلة، ده امبارح بس كتبها اسماء، جميلة جدا. شوف سما، هواياتك ايه تاني يا سما غير الانشاد؟ ده عدد هوايات منهم الشعر والانشاد والابتكار، بس النهاردة هقدم لكم واحدة فقط وهي الانشاد. سمعينا طيب يا حبيبتي حاجة من الانشاد اللي انت هتسمعها لنا النهاردة. سمع لكم انشاد بعنوان وحشنا يا رسول الله. شفت يا ما ناس مناها تعيش العمر جنبك، وبرضو ما يكفيش احلى دنيا عندي ما تساويش الا معاك يا رسول الله. وحشنا يا رسول الله، يسدنا شوقنا زاد والله، ومهما طول الغياب محمد مشتاق لك والله، محمد قلبي عليك صلى. طال سؤالي قولي ازاي كده أعيننا حد مش شايفاه لو حقيقي هو غالي عليك، ارضي في الجنة تبقى معاه. وحشنا يا رسول الله، يسدنا شوقنا زاد والله، ومهما طول مشتاق لك والله، محمد قلبي عليك صلى. ده انا زاد في قلبي حنين ودموعي ماليه العين، طمعان بقالي سنين اني ازور المصطفى مره، اني ازور المصطفى مرة. وحشنا يا رسول الله، يسدنا شوقنا زاد والله، ومهما طول الغياب محمد مشتاق لك والله، محمد قلبي عليك صلى. شكرا.
سلام، برافو عليك يا سما. بالنسبة لموهبتك في كتابة الرواية، امتى أول رواية كتبتيها؟ أول رواية كتبتها. وبدأت إزاي موهبتك مع الرواية؟ مع الشعر ولا قبل ولا بعد؟ لا أنا بصي أول قصة كتبتها في حياتي أو أول تجربة، فخلاص فكرت إن أنا هكتب. كانت قصة، كنت في أول ما دخلت بقى المرحلة الإعدادية، كانوا في ابتدائي مفهميني ان انا اول ما هطلع الاعداديه خلاص بقى في مسابقات كتير، في حاجات كتير هدخل فيها وهلاقي بقى حاجات كتير والدنيا بامبي هناك. فاول حاجه اعلنوا عنها النشاط، فانا قلت نشاطي اول حاجه اتكلم، فانا كاتب عايزه اكتب ومش عارفه ايه، فهلاقي بقى اللي هيشجعني وكده. فالمكتبه عملوا مسابقه للقصص وكده، فدخلت المسابقه. شجعتك المسابقه؟ شجعتني بقى. وايه قالوا؟ قصه، ما قالوش مثلا كلام زي اللي كنت بكتبه، لا قصه. تمام. فكتبت القصه وتقدمت في المسابقه. طب ايه خلاص هفوز؟ لا مفيش بقى، مفيش اخبار عن المسابقه اصلا، تقريبا اتلغت وما بلغونيش. فوقفت بقى خلاص، ما كتبتش قصص تاني. جيت لما انا قبل ما اتجوز ما كانش معايا موبايل، ما كنتش بفتح سوشيال خالص. تمام. لما اتجوزت جوزي هدني في هديه فرحي كانت الموبايل، وان انا بقى خلاص انطلقت لعالم السوشيال ميديا. يعني كتبتي روايه واحده وخلاص؟ كانت قصه بس صغيره، قصه يعتبر كطفله اللي كاتباها بقى. تمام. فخلاص شفت، دخلت السوشيال ميديا اول حاجه دورت عليها الروايات، لاني بعشق ان انا اقرا زي ما قلت لحضرتك، اول هوايه ليا القراءه. فبدات اقرا، احب القراءه اكتر واحب ان انا اكتب اكتر، والاقي وانا يعني انا حياتي دايما 24 ساعه بقى قاعده لوحدي في الشقه تقريبا يعني. فالخيالي، انا خيالي واسع، فبقى عايزه اطلع مثلا الواي في كتاب اترجمه على ورقه وقلم. فبدات كنت بقرا، فجيت واحدة اسمها منى، انا كنت بقرا من صفحتها، عمري ما انسى موقفها. فجيت قلت لها انا عايزه اكتب، انا شايفه ان انا اكتب احسن من القصه دي على السوشيال ميديا. على السوشيال ميديا. تمام. هي اللي شجعتك السوشيال؟ فراحت قالت لي ايه، اكتبي فورا. قالت لي اكتبي، إيه انت عندك موهبه. وريت لها حاجه من القدام اللي انا كنت كاتباهم، يعني كان مشاهد او على نظام سكريبت بس مش اكتر. فراحت قالت لي اكتبي، انت عندك موهبه ما تضيعهاش، مش عارفه شجعتني بقى. فكتبت وبدات انزل، لقيت ناس كتير بتشجعني وتدعمني. يعني في البدايه دي بقى ما كانش حد اللي هو ايه، حد بيكتب فخلاص اكتبي انت على خط، ولقيت تشجيع ممكن يكون من كام حد بس بعدها بدات اكبر ولقيت اللي يساعدني بس. تمام. فكتبت بقى، كان اول حلقه انزلها ليا من روايه كنت بنزلها على حلقات يوميه، كانت 14/2 من 3 سنين، 14/2/2017. كتبتي بعدها بقى واستمريتي في كتابه الروايه؟ كتبت وما زال قلبي ينزف اول حاجه. الجزء الثاني ليها وما زال قلبي يحبك، بعديها شمس وسط الظلام، بعديها تحدي الطوفان، والجزء الثاني ليها تحدي الطوفان. تمام. وقصه قصيره ما هو حبيبي. دي خرجت فيها عن المألوف شويه، ما هو حبيبي هو ايه، مش من هو، لا هو ايه. لانه قلت جن بقى ومش عارفه، هي دي كده سرحت بخيالي. سرحت بقى. هي كانت قصه قصيره من 3 فصول بس بعدها لقيت ان في ناس من اللي قلبها خفيف متعودين يقراوا لي ما يلاقوش حاجه تفاجئهم زي كده. فلقيت الموضوع قلب رعب، فنهيتها نهايه رومانسيه رغم ان هي كانت مكرره رعب. ما حبيتش حد يدعي عليا. ما فكرتيش تعملي كتاب؟ فكرت ان شاء الله. مش لاعمل ايه، انا نزلت روايه اللي هي جبروت، الشعر والروايات. نزلت روايه جبروت. بعد ما نزلتها يعني اكتشفت فين ان يعني في كتاب معين مع مثلا مجموعه شعراء او ادباء؟ لا لا، نزلتها على السوشيال ميديا برضو. انا عندي جروب يعني. تمام. تقريبا تخطت 60,000. وانا اصلا كنت بنزل في جروبات صديقاتي كاتبات. بصي في عالم الكاتبات على السوشيال ميديا عامه ما بتلاقيش كاتبه تقف ضدك، كله بيدعمك. لا صحيح. تكلمي مثلا دي. تمام. انا عايزه انشر او مش عارفه ايه. ماشي انا معاكي، يلا هساعدك. وخاصه شيماء محمد، هي انسانه لطيفه جدا. تمام. ولي اصدقاء مش من مصر، ما ولي اصدقاء مصر مثلا معايا، بس ولا إيه؟ كره ولا اي مثلا في نقد يعني، اللي بينقدك وقتها هم بيشوفوا عملي. اسماء لو جيتي عملتي الحته دي كذا هتبقى جميله كذا للافضل. فبيشجعوكي بقى، بيرفعوكي. النقد بناء. بس فلقيت بقى اللي يدعمني اصدقاء ليا من بره مصر، ومن مصر كمان بيساعدوني وبحس ان انا معاهم برتقي. تمام. مين مثلك الاعلى من الكتاب اللي بيكتبوا الروايه، او حابه انت تطلعي زي مين؟ مش عارفه حبه، بس انا بحب يعني اقرا ايه. انا عامه لما باجي اقرا بفضل القراءه الفصحى. فانا بقرا، بعشق روايات تميمه نبيل، كاردينيا، برد المشاعر،
بعشر وادي هي مع انها فصحى وانا بكتب عاميه بس انا بلاقي نفسي فيها. تمام. بس طيب سمعينا حاجه ثانيه كده يا اسماء ليكي من كتاباتك الشعريه. متألم صح؟ بتحس بالبرد في عز الصيف؟ طيب حاسس انك وسط حبايبك ضيف؟ بقيت بتتعامل مع اي فرحه مؤقته في الخوف؟ نفسك تطير في السماء وتسقط منك كل همومك او تتحول حتى لطيف؟ شكلك لسه جديد في العالم، عالم سيء فيه كل الناس بتخون وتتخلى وتغدر والناجي هو الظالم، عالم فيه اللي تقول عنه سند هو اللي في ظهرك يكسر ويحولك ليائس من بعد ما كنت حالم. طب لسه فاكر كم واحد قابلته في طريقك باع وخان وتخلى رغم انه وعدك بالبقاء ووقت ذهاب اللمه كان هو اول حد سافر؟ فاكر كم مره غرقت علشان غيرك يعيش مع ان الامواج بتحاربك لكن انت بتناضل وتعافر؟ انت مش بتموت والغرق ما بينتهيش لكنك مصمم تعيش، وعجبك دور الضحيه اللي تنقذ الكل وترفع راسهم وهي تعيش راسها موتيه. كان نفسي ابث فيك الامل لروحك المتالمه لكن صدقني الحقيقه مخزيه. بص هقولك رسمه الطريق واوضح لك، وانت ونصيبك لما تقع مش هتلاقي حد جنبك، الناس هتسيبك، ممكن حد يبقى معاك لكن اللي انت كنت مقتنع ان وجوده جنبك شيء بديهي هو اول من يبيعك ويقف يتفرج عليك وانت بتغرق ويقول لك ده نصيبك، وتبتدي تسمع لحن الموت وتلاقي في نفسك كل بذرة امل جواك هتموت وعمرك كله في ضياع يفوت وانت اللي بتضيع نفسك بنفسك، وتمشي في طريق الشرك مع الكافرين وتقول يا رب ليه؟ ليه نصيبي كده؟ ليه غيري يفرح وانا حزين؟ ليه انا مش عايش سعيد زي ما كل الناس عايشين؟ وتنسى ان كل اللي شفته واللي عشته هو من صنع ايديك علشان انك ساذج بتضحي بروحك علشان ناس تانيين وتشتري في اللي بايعين. شكرا. احسنت اسماء، برافو عليكي. سما قولي لنا بقى عايزه تطلعي ايه انت بكره وبعد ان شاء الله، تطلعي ايه في المستقبل، تحبي تكوني ايه؟ دكتوره طبيبه اطفال. دكتوره طبيبه اطفال ان شاء الله حبيبتي، ربنا يحقق لك طموحك. قولي لنا بقى انشاد، حاجه تانية من انشاد ليكي. هقول لكم انشاد بعنوان رقت عيناي في حب رسول الله برضه. رقت عيناي شوقا ولطيبتي زرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغارح راء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي
وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. شكرا لك ربنا يحميك يا سما. قولي لنا طموحاتك ايه يا اسماء ان شاء الله؟ عاوزه تطلع ايه بكره وبعده؟ عايزه الناس تقرا لي لان هي بتحب. خلاص شافت اسماء قدرت اوصل لاحساسهم، قدرت اوصل جواهم. هتكملي في كتابه الشعر ولا الروايه؟ الاثنين، طول ما انا قادره احس خلاص هكتب الاثنين. قادره ان انا اكتب روايه، انا مش بكتب لمجرد ان انا خلاص انا عايز اكتب او انا عايز ابقى كاتبه. انا شفت حاجه فعايزه اكتبها، حسيت تمام. حاجه فعايزه اكتبها بس. ازاي بتترجمي افكارك لروايه؟ هقول لك، انا لما باجي اكتب ببقى عايشه جواها، ببقى عايشه الاحداث، فكأني بكتبها بسردها من واقع انا حاساها فيها، شايفاها ان هي ملموسه، عايزه اوصل للناس ان انا اعيشهم جوه الروايه دي، عيشوها. مش كأني حاجه بقراها، كلمات بقراها ممكن امل منها او ازهق، لا، ان هو عايزه اخلق جو حد يقدروا يعيشوا فيه. تمام. ازاي بتتعاملي مع النقد السلبي؟ لما حد يقول لك كلمه مش مثلا انت، لا في البدايه ما ينفعش كده، لا في البدايه كنت بعيط. كنت بس بتضايق، مش بتضايق بس بحزن. بعد كده صديقه ليا مش مصريه، فمجرد ما يعني كلمتني انت بتعيطي، اللي هي بقى يعني ايه لمتني جدا ان انا اعيط، بتعيطي ليه؟ المفروض كذا، فانت تاخدي كويس ليكي، اللي هي نصحتني. وقالت لي طب ما انا بنقدك، ليه ما بتعيطيش مني؟ قلت لها لا، عشان انت بتبقي عايزه تبنيني. قالت لي خلاص اتعاملي مع كل النقد على كده. من بعدها انا بقيت اخده بطريقه اسماء، مش هادي، اللي هي خلاص انقدني براحتك، انقدني بشكل سلبي او حتى بنقد هدام، انا هشوفه هاخد منه اللي يفيدني، واللي ما يفيدنيش هضحك عليه عادي، كاني مش انا اصلا اللي بتتكلم عنه. طيب انت ملقبه بلقب اميره السعاده، ازاي وكل كتاباتك شعر او روايات وفيها حزن؟ بصي هقولك، اولا مش انا اصلا اللي اخترت الاسم ده، هو جه، فانا حبيته، اللي هو بتشعلق في حاجه، يمكن بقى جه منين الاسم ده؟ الاسم مين اللي لقبه؟ هقولك، انا على قد ما رواياتي ممكن يكون فيها حزن او تمام. يكون فيها اي حاجه، بس بتنتهي بسعاده، كاني روايتي بتتكلم عن طريق بتوصلي للسعاده، ازاي البطله او البطل بيقدروا يوصلوا للسعاده، بس بيعدوا بايه، بس في النهايه هو بيوصلوا للنهايه. شكرا يا اسماء، نتمنى لك السعاده في حياتك ان شاء الله، وربنا يوفقك وتحققي كل طموحاتك انت وسما ان شاء الله. وتحياتي اعزائي المشاهدين، ونرجو ان تكون الحلقه نالت اعجابكم، والى اللقاء في حلقه اخرى من بيت المصريين. كانت معكم صفاء بدوي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.